حاليا يا شباب بعد ما عملنا كل القصه دي عايزين نبدا نعمل ايه؟ عايزين نبدا نعمل ايه؟ عايزين اعرض النتائج. فقبل ما اعرض النتائج لازم اتاكد من اول ان البلاطه دي شغاله كويس. فلو جيت عملت لها كده ستارت انيميشن، بص عامله ازاي؟ حلو حلو البتاع ده، يعني الديفورمت شيب اللي انت شايفه ده عاجبك. بس في حاجه حلوه، يعني هو في حاجه حلوه الحقيقه. ايه الحاجه الحلوه؟ ان النقط دي ده الكونسترين اللي احنا كنا عاملينه، دي الحاجه الحلوه في الموضوع. لكن طبعا هو كانيميشن غلط خالص. على الاقل لازم يبقى فيه عمود هنا، صح ولا صح؟ يعني حتى من غير معرض القيم على الاقل لازم يبقى فيه عمود هنا، بدل ما يبقى الجزء ده كله طاير كده، صح ولا مش صح يا شباب؟ طب تيجي نعرض القيم. فلو قلت له اعرض لي القيم اهي على الوركينج وفي اتجاه يو زد، وقلت له ابلاي، هو انا لو جيت بصيت على الديفليكشن كده هو طالع قد ايه؟ 1 سم. وده حلو وسيف. بالمناسبه يعني حد بقى فيكم يقدر يقول لي ليه الديفليكشن مع ان الاستاتيكال سيستم خربان كده؟ ده الاستاتيكال سيستم خربان، انا لازم على الاقل يبقى في عمود هنا، صح ولا مش صح؟ بالمنظر حتى كده او بالمنطق على الاقل يبقى في عمود هنا. ليه الديفليكشن طالع 1 سم؟ يعني المفروض يطلع رقم بقى يخرب الدنيا. ماشي، بس مش هو بس، يعني في حاجات تانية. السكنس بتاع البلاطة انت مختار سكنس مهول. البلاطات دي كلها 3 في 4 و5 في 6، حاجات بسيطة، وانت رحت رازع البلاطة 22 سم. جبتها منين 22 سم اللي انت رزعتها لنا دي؟ 22 سم ده كتير قوي على السقف، ده كتير. الرقم اللي انت حاطه ده كتير على السقف ده، وهو ده الحمد لله اللي مظبط لك الديفليكشن. فانت ما تجيش بقى ايه مخيلتك تاخدك لحته ان انت ايه اي حاجه تروح مزود السيكنس. ماشي، ما هي حلوه كده. تعالى بقى اعرض يا ريس المومنت ده وشوف البلاطه دي هتاخد تسليح قد ايه. عد بقى، عد بقى، خد تسليح بقى انت زي ما انت عايز. خش 7 فاي 12 8 فاي، كل ده عشان تسيفها لي ديفليكشن تروح عامل كده؟ يعني كان في حل افضل اكيد، صح كلام؟ فاحنا هنفك ونحط الايه؟ نحط العمود. طبعا لما نحط العمود لو هو ده الحل الوحيد، يعني لو هو اللي انت بتتكلم فيه ده الحل الوحيد، فهو القصه بتاعت الديفليكشن هتظبط الكلام. بس عمود هنا كده انا شايفه مش هيضر باي حاجه زي ده، ده اصل مش هيبقى ده كله كده في الهواء. لكن اللي انت بتتكلم فيه ده فعلا ممكن يكون حاصل. ايه اللي ممكن يكون حاصل؟ ان انت فعلا مش عارف تحط عمود هنا. فساعتها طالما انت مش عارف تحط عمود فما قدامكش غير مين؟ السكس. بص كده، ايه رايك؟ حلو كده، حلو كده، رفرف. ايوه جميل، الله. بس ديفليكشن بقى كام؟ 3 مللي. فهمت؟ عمود صغير ولا ليه اهميه في اي حاجه، تمام؟ وبقى 3 مللي. فهمت؟ المفروض ارجع اعمل ايه تاني؟ نغير بقى السيت موديفاير ونطلع ايه؟ نطلع ارقام. الحقيقه السيت موديفاير تمام ملهاش اي تاثير في الفلات سلاب اصلا. طب كنت بتروح تقلل لي القيم بتاعت مين؟ انا عندي كاميرات ولا عندي حاجه، صح الكلام؟ ولما انت هتروح يا باشمهندس يا علامه تقلل الاستيفنس بتاع البلاطه عشان ما تنقلش حملها للعمود، هتنقله لمين؟ هتنقل لمين؟ يعني البلاطه تاخد نفسها تموت نفسها، صح؟ فهي كده كده هتنقل على، وكده كده العمود هيطلع فوقيه نيجاتيف مومنت، صح ولا مش صح؟ كده كده العمود هيطلع فوقيه نيجاتيف مومنت وتحط له تسليح اضافي علوي. فقصه السيت موديفاير مش محتاج ان انت تعملها، حلو الكلام؟ قد تكون بقى محتاج تروح تظبط القصه بتاعت الكاميرات بس، يعني في البلاطه مش تعمل حاجه، لكن قد تكون محتاج تظبط القصه بتاعت الكاميرات عشان تاخد القطاع بتاعها فتظبط الرقم اللي هو 2 وتلغي حكايه التورشن فتاخد دخل 1 بال1000، تمام؟ ده لو احنا هنصمم الكاميرات، احنا داخلين نصمم البلاطه دلوقتي فمش محتاج القصه دي خالص. فهمت يا شباب؟ طيب ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك اهو، لو عايز تروح تظبطهم ظبطهم، بس انا اصلا مش هعرف قيم الكاميرات دلوقتي. ماشي؟ هتفرق طبعا. فهمت يا رجاله؟ حد كده عنده اي مشاكل او مش فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ تفتكر ان انت بتتكلم فيه ده هو فعلا ده حقيقي، تمام؟ يعني البلاطه دي اللي احنا لو سبناها كده هتطلع تسليح كتير قوي، فخلينا نشوف التسليح بتاعها الاول وبعد كده نبقى نرجع نقلل السمك كده نشوف ايه اللي هيحصل. ماشي، نجرب يعني مع بعض. طيب تعالى عشان نصلح البلاطه دي بقى، ركز معايا، عشان تصليح الفلات سلاب بيبقى مختلف شويه عن السوليد سلاب. فانا لو جيت اوتوماتيك على حاله الالتيميت
ام 11 ابلاي اوكي. اه شوف بقى، شوف عشان الاسئله احنا نسينا حاجه، نسينا حاجه. ايه هي بقى الحاجه اللي احنا نسيناها دي؟ تشيك بانشنج. ما عملناش تشيك بانشنج. عايز اعمل تشيك بانشنج، عايز اعمل دروب بانل، نعمل ايه؟ اولا لو انا شغال على برنامج السيف فهو بيعمل تشيك بانشنج لوحده، لكن البرنامج ده ما بيعملش تشيك بانشنج، فانت هتضطر ان انت تعمل تشيك بانشنج مانيوال. طب التشيك بانشنج بتعمله مانيوال ازاي؟ لازم يبقى معايا رياكشن العمود، فاعرض رياكشن مين؟ العمود. ادي الرياكشن بتاع العمدان. طب انا مش شايف، اعمل ايه؟ اوبشن دايمنشن توليرنس، واروح عامل ايه؟ قال لي ده 15، قال لي ده 10. ادي النتائج اهي. لو تلاحظ الشير رول اهي، دي النتائج اللي طالعه عليها. لما اجي اصمم الشير رول بقى، اصممها على اي واحده من دول؟ ولا تقول لي الافريج ولا تقول لي الماكسيمم، بتجمعهم كلهم وتصمم عليهم ايه؟ الشير رول. حلو الكلام؟ النتائج اللي طالعه قدامك دي صح ولا غلط؟ لا النتائج دي غلط، لان انت بتتكلم على حاله مين؟ المفروض تعرضها على حاله مين؟ التيمت. قول له لا اعرض لي على الالتيمت وابلاي اوكي. الارقام اهي تمام. فين اكتر عمود عليه او انا خايف منه في البانشنج؟ اكيد العمود اللي في النص الجميل الحلو ده، عشان عليه 30، عليه اقصى قيمه. فانا العمود اللي في النص الحلو الجميل ده عليه 30، هل هو بقى السقف ده بالابعاد دي بالعمود ده سيف في البانشنج ولا لا؟ انت خلي بالك برضو، تشيك ديفليكشن تشيك بانشنج الناس بتنسى اصلا تعمله. خش يلا الحمد لله، طلع تسليح، يلا ارمي تسليح على طول، مش الكلام ده صح؟ تعمل تشيك بانشنج ازاي؟ هتعمله مانيوال للاسف، لان البرنامج ما بيعملوش، وعشان انا ما سبقش تعمله مانيوال فاحنا معانا شيت اكسل اهو بيعمل تشيك بانشنج. تروح داخل تحت كده على كلمه بانشنج وتعمل التشيك. الاف سي يو ب 30 صح الكلام، اللي هي 300 عشان ده شغال من بيجا باسكال. الجاما كونكريت ب 1.5 تروح انت تغيرها تخليها كام؟ 2.5. لا الكلام ده غلط، لان دي مش الجاما كونكريت. الجاما كونكريت لو هي اللي قصده بيها اللي هي بتاعت الخرسانه كان كتب لك جنبها وحده. امال قصده بيها مين يا باشمهندس؟ الريدكشن فاكتور اللي هي ال1.5 وال1.15 بتوع الكونكريت وبتوع الستيل. فشيت الاكسل عشان حضرتك تشتغل عليه لازم تبقى فاهم هو الراجل رايح فين وجاي منين عشان ما تدخلش اي قيم. تمام. بعد كده حضرتك شغال على عمود سيركل ولا ريكتانجل؟ والله العمود بتاعنا ده كان ريكتانجل، وهو كان عمود كمان كان عمود وسط، فقمت مختار الجدول بتاع العمود الوسط. بيقول لك حط لي القيمه بتاعت الرياكشن اللي جاي على العمود، كانت كام؟ كانت 30.9 صح الكلام. هتدخلها هناك كام؟ هتدخلها هناك 309. ده نتيجه التحويل في الوحدات من هنا لهنا، صح ولا مش صح؟ دي كانت بالطن ودي بالايه؟ بالكيلو نيوتن، فضربت في 10 تمام. بعد كده ابعاد العمود بتاعتك كانت 30 في 60، فدخلتها كده 300 في كام؟ في 600. والسكنس بتاع البلاطه كان 22 سنتي، والكفر كان 30 سنتي. فهو حسب الكيو اللي تقدر تستحملها الخرسانه والكيو اللي ما بتقدرش الايه؟ تعملها، وقارن القيمتين ببعض، الاكشوال يعني والالاوبل، وقارن القيمتين ببعض، وراح قال لك ان العمود ده ماله؟ يبقى السقف ده ماله؟ سيف في البانشنج. يبقى هو كان مزود السمك كده، قد يكون كان مزود السمك قوي كده عشان القصه بتاعه البانشنج. طب تيجي نقلل السمك. سيف. نعم. لسه سيف، فهو كان البلاطه دي كانت حلوه قوي 18 سنتي. 16. سيف على 16 سنتي اصلا. خلاص كده؟ يبقى البلاطات تمام. خلي بالك بس، خلي بالك بقى، ما انت لو عملتها 16 سنتي لازم تشوف بقى الديفليكشن صح ولا مش صح. فهي العمليه مش يعني التصميم ده من الحاجات اللي المفروض ان هي ممتعه في الحياه، فاهم بقى؟ اه ما انت خلي بالك، اصلا انا لما كنت مخليها، خلي بالك بس برضه، دي لما كنت مخليها 220، بص انت كنت مخلي البانشنج قد ايه؟ ده الفرق بين الرقمين، يعني ده الالاوبل تمام وده الاكشوال، تقريبا الاكشوال نص القلاوه. انت واخد كده يعني سيفتي مريبه. ليه يعني ليه؟ 100% سيفتي. لا مش محتاج القصه دي كلها. تمام؟ فاحنا ممكن نخلي دي كام؟ المهم ان احنا عرفنا ان هو سيف. افرض بقى لا قدر الله ان العمود ده طلع انصف في البانشنج وانت مش عايز تزود السكنس في البلاطه كلها، فكنت بتلجأ لحل اسمه ايه؟ الدروب بانل. اعمل بقى الدروب بانل ازاي على البرنامج الجميل اللطيف ده؟
بالمناسبة برنامج الصيف بيعمل دروب بانش، نيجي نشتغل على الصيف يا سلام. انا هفتحه بس مش هعمل حاجة، هو بيعمل كل حاجة لوحده. يا عم اصبر، بص دلع. لا بص، ده شوف الدروب بانل معموله بقى، واعمده كل عمود معمول بالقطاع بتاع سيادتك، وشغل بقى شغل فنادق بقى حاجه كده جميل. نعم اه، وبص ده بيعمل تشيك بانشنج زرار، ده تروح دايس عليه يقول لك سيف ولا هانس، بس كده اتخرج بقى ولا تدخل ولا تعمل حاجه. ده بقى نتعلمه ان شاء الله ان شاء الله. حلو، افرض بقى انت عايز تعمل هنا دروب بانل، هتعمل ايه؟ هتقوم جاي على العمود وبمنتهى البساطة تقوم محدد دول، شايف البلاطات دي، وتغير السمك بتاعها، أعرف لهم قطاع جديد بالبلاطة. تمام، القطاع الجديد بتاع البلاطة ده لو انت البلاطة مثلا كانت عندك 20 سم وانت هتعمل دروب بانل 20 سم كمان، يبقى تعرف قطاع بلاطة مقداره كام؟ 40 سم، وتخصصه الحتة دي. ده تعريف الدروب بانل في البرنامج ده، وبيطلعش نتائج برضه. تيجي عند العمود اهو، وتروح واخد التقسيمات اللي حوالين العمود على حسب المسافه، يعني مثلا عايز دروب بانل 2 متر في 2 متر، فبتاخد واخد اربع مربعات اربع مربعات، والسكنس بتاعها كان 20 سم، السكنس بتاع البلاطه كان كام؟ 20، يبقى 20 و20 يبقى كام؟ اعرف قطاع بلاطه هنا 40 سم، فيبقى عامل دروب بانل. السقف ده غير السقف يا باشا، انا بقول لك افرض، انا بقول لك افرض فرد تاني. لا يا حبيبي، لا في الصيف، في الصيف نتعلم كله من هنا. خلاص، في كده حد عنده اي مشاكل؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام، يتبقى لينا ان احنا نعمل الايه؟ التسليح. خلاص كده انا اتاكدت من كل حاجه، عايز اعمل التسليح، فقمت رايح على الشيل كومنت واحد واحد على حاله الالتيميت ابلاي اوكي، طلع التسليح او طلع المنظر اللي قدام حضرتك ده. عشان نسلح البلاطه الفلات سلاب، ركز بعد اذن حضرتك، عشان نسلح البلاطه فلات سلاب، البلاطه السوليد سلاب، كنا بندخل شبكه واحده فلات سلاب، ادي ام 1 1 ادي ام 2 2. انا لازم كده كده في اتجاه ام 1 1 ده هيبقى عندي ايه؟ علوي وايه؟ سفلي. علوي ده ياخد المومنت الايه؟ نيجاتيف، السفلي ده ياخد المومنت الايه؟ البوست. وهنا نفس الايه؟ نفس الكلام، اخد المومنت النيجاتيف ده العلوي، وناخد المومنت الايه؟ البوست. فمش هتعرف تعملها على مره واحده، امال هتعملها على كام مرحله؟ على اربع مراحل، مرتين للمومنت واحد واحد، مره اجيب الشبكه العلويه واجيب الاضافي العلوي، ومره تانية اجيب الشبكه السفليه واجيب الاضافي السفلي. كده انا خلصت اتجاه مين؟ اكس. نفس الكلام على اتجاه واي. افرض الشبكه ازاي؟ افرض الشبكه ازاي؟ افرضها بس الاول ازاي؟ ايه اللون المتاح قدامي؟ الاخضر، صح؟ فالاخضر ده كان بيتراوح من كام لكام؟ والله انا شايف ان الاخضر ده من صفر لحد اقصى حاجه في الاخضر مثلا سالب 3.6، او من صفر لحد سالب 2.4، يعني قول 2.4، صح الكلام؟ فانا عايز دلوقتي حاجه تغطي مومنت 2.4، فانا هنا السمك كان كام؟ 22. ما تنساش ان الاف سي يو كان كام؟ 300. بص كده 5 في 10 هتغطي لحد كام؟ 2.3. تخيل يا مؤمن واحد الله ان البلاطه دي هتسيف على 5 في 10. هي فعلا هتسيف على 5 في 10، انت حاطط سمك كبير مقاوم معاك كتير. بس انت بقى لو رحت بحاجه زي دي كده لاي دكتور هيرميها في وشك عشان غلط. ما انت وانت عشان تقللي الحديد تخليلي البلاطه قد كده، يعني ده مش منطقي ابدا، صح ولا مش صح؟ انت كده يعني انت خارب الدنيا. ما هي فلوس الخرسانه دي يعني بفلوس مش ببلاش، يعني مش زكا اهي، تمام؟ فهي مش زكا. حلو، انت متخيل بلاطه زي دي و5 في 10 هيبقى الدنيا جميله. بص كده 5 في 10 طلع شايل كام؟ 2.3. هروح رايح على البرنامج، انا كده في اتجاه
انا في اتجاه ايه؟ ام واحد واحد، صح الكلام؟ وقلت له يوزر ديفايند، صح الكلام؟ يعني انا في اتجاه اكس، هجيب الشبكه السفليه، فقمت مدخلها المينيمم 2.3 والماكسيمم قمت مدخل كام؟ 2 مثلا 31، حاجه صغيره كده. مفيش سالب، ما انا مش شبكه سفليه، صح الكلام؟ شبكه سفليه مفيش بقى سالب وموجب. دخلت موجب بس، يبقى انا كده شغال بجيب مين يا باشمهندسين؟ ام واحد واحد، يعني عزوم في اتجاه محور اكس، يبقى انا كده بجيب التسليح في اتجاه اكس، سفلي ولا علوي؟ سفلي عشان القيم موجبه. ابلاي اوكي. البلاطه دي كلها مالها، سيف ولا انصيف؟ سيف. البلاطه دي كلها سيف، مفيش غير الحته الحلوه الجميله الصغيره دي، دي انصيف. اعمل فيها ايه ان شاء الله؟ اعمل فيها ايه؟ هحط لها اضافي. حلو، احط لها اضافي. الاضافي ده بقى اعمله ازاي؟ اعمله ازاي الاضافي ده؟ انا عندي الاضافي ده في اتجاه مين؟ صح الكلام؟ فحطيت سيخ كده في اتجاه اكس. طوله قد ايه السيخ؟ عد المربعات، 1 2 3 4 5، يعني 2.5 متر. ينفع يبقى 2.5 متر بالظبط؟ لا، باخد طول رباط من الناحيه دي، طول رباط من الناحيه دي، فتلاقي ان السيخ ده مثلا وليكن هيطلع كام؟ 4 متر بس. حلو الكلام؟ طب ماشي، انا هحط سيخ 1 ولا 2 ولا 10، فين المسافه اللي هوزع عليها؟ مسافه التوزيع هي المسافه دي. 1 2 قول 3 مثلا، يعني مسافه التوزيع كام؟ متر ونص. تمام؟ باقي حاجه واحده وبقول لك ان انا ايه؟ خلصت. ايه هي الحاجه الواحده اللي انا عشان اقول ان انا خلصت؟ احط قد ايه يعني؟ كام سيخ؟ صح الكلام؟ فالقيمه هنا كانت كام؟ 2.8، وانت القيمه بتاعتك كانت كام؟ 2.3. احط كام سيخ بقى؟ هو احنا كنا ممكن ببساطة دي 2.9 ودي 2.3، الفرق بينهم كام؟ 6، احط عدد من السياخ يشيل 6. بس الكلام ده في الواقع ما بيتمش. امال ايه يا باشمهندس اللي في الواقع بيتم؟ باشمهندس انت ما عندكش غير حل من الاثنين، يا اما بتحط يا نص شبكة يا شبكة كاملة. ليه؟ مش دي الشبكة الأساسية؟ أهي صح؟ فالراجل تيجي تقول له حط لي إضافي نص شبكة، فيروح عامل إيه؟ حاطط سيخ، فوت واحدة وحاطط سيخ، صح الكلام؟ ولما انت تيجي تستلمهم منه تعمل ايه؟ فاتح المتر، قيس 1 متر، تشوف عدد السياخ المفروض يبقوا كام؟ 8 او 7؟ خلاص 8 و7، بالراجل ده ما سرقناش، يبقى احنا شهر. يبقى هي الاضافه لما بتحط نص شبكه، لا اما شبكه كامله، نص شبكه يعني يحط سيخ ويفوت سيخ، يحط سيخ ويفوت سيخ، شبكه كامله يحط ايه؟ سيخ وسيخ وخلاص، يبقى كده. صح ولا مش صح؟ يبقى لسهولة التنفيذ الاضافي، يا اما بيبقى نص شبكه يا اما ايه؟ شبكه كامله. ما الاقيش بقى واحد بقى السقف يقول لي انا حط لي هنا سيخ وهنا اثنين وهنا، مين اللي حبيبي اللي هينزل يعمل لك كده؟ مين اللي نازل يعد وراك كده؟ بس احنا ما بنعملش سقف قد كده، سقف كبير. ومين اللي هينزل يستلم كده؟ يعني لما اجي انزل استلم منك، استلم هنا ولا استلم هنا ولا استلم هنا ولا استلم فين انا؟ فهمنا؟ يبقى الاضافي يا نص شبكه يا شبكه كامله. انا هنا محتاج ايه يا باشمهندس؟ كنت محتاج نص شبكه، وعرفت ان طول السيخ هيبقى 4 متر ومسافه التوزيع 1.5 متر، محتاج اي حاجه ثانيه في الدنيا؟ خلصنا من حديد الاضافي السفلي؟ ظبطناه الحمد لله. نخش على مين؟ نخش على ام 2.2 ونجيب برضو اضافي مين؟ سفلي. ادي ام 2.2 طالعه ايه؟ كلها سيف، مفيش الحته دي هتعمل فيها نفس الايه؟ الكلام. فالسفلي واضح ان هو ايه؟ زي الفل على كام؟ 5/10. ده مستحيل يحصل يعني، انت كده خارب الدنيا، خلي بالك يعني. تيجي نشوف العلوي بقى، هو ما طلعش اضافي يبقى نصيبه يعني. فهندخل نفس القيم اللي هي كام بقى؟ سالب 2 و3. اتفضل. هتمشي خالص؟ وسالب 2 وايه؟ 31. اقول له ابلاي واقول له اوكي. طبعا محتاج ايه يا باشمهندس؟ محتاج اضافي. فين يا باشمهندس؟ عند العميد. فين الاضافي ده يتحط ازاي؟ احطه ازاي؟ عايز اروح احط الاضافي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تضافي في اتجاه اكس ولا في اتجاه واي؟ في اتجاه اكس، عند العمود ده كده. مومنت واحد واحد يبقى اكس، صح؟ في اتجاه ايه؟ اكس. ادي طول السيخ، السيخ ده يبقى طوله قد ايه؟ ما بيقلش عن 3 متر. مسافه التوزيع مش هتقل عن 1.5 متر. عدد السياخ
بص بقى عدد الاستياخ هي القصه كلها. لو جيت قريت هنا فوق العمود بالظبط غلط، على الاقل تقرا في الاخر هنا كده. لو قريت فوق العمود بالظبط غلط، لان العمود ده المفروض ماله، العمود ده ماله دي قطاع اهو، فهتقرا الموم انت فين؟ على وش العمود على حسب القطاع بتاعه. انت عارف اصلا لو جيت بصيت، يعني لو انت على برنامج السيف ولقيت اصلا ان قطاع العمود قد كده مش حط اضافي، فهمنا؟ طيب يبقى انا هنا محتاج اضافي ايه؟ اضافي علوي في اتجاه اكس مقداره كام؟ نص شبكه، وهنا نص شبكه، وهنا نص شبكه، وهنا ممكن ما احطش اصلا عشان هو يعني على قد العمود بالظبط يعني اصلا، ماشي؟ المهم عشان تريح نفسك فانت هتحط اضافي علوي في اتجاه اكس حوالين الاعمده مقداره قد ايه؟ نص شبكه، طوله 3 متر ومسافه التوزيع 1.5. سهله؟ فهمنا الدنيا بتمشي ازاي؟ تمام؟ طيب تعال نشوف في اتجاه واي. يبقى برضو نفس القصة، أنا هحتاج نص شبكة تمام في اتجاه واي طولها 3 متر تمام. بالمناسبة هو هيترسم سوليد ولا داش؟ هيترسم داش، الإضافة العلوي بنرسمه إيه؟ داش. يبقى في اتجاه واي، والجنش يبقى كده ولا كده؟ لا يبقى الناحية التانية داش والناحية التانية، حلو الكلام. مسافة التوزيع هتبقى المسافة من هنا لهنا تقريبا متر ونص، وطول السيخ هيبقى 3 متر. يبقى أروح على السيخ ده، انا عندي اضافي علوي اهو طوله 3 متر ومسافه التوزيع قد ايه؟ متر ونص، ومقدار الحديد الاضافي هيبقى قد ايه؟ نص شبكه. سهله القصه دي ولا صعبه؟ سهله يا شباب ولا صعبه؟ الكلام ده انا مش عايزه تاني في المشروع عشان بس نبقى فاهمين، عشان ما حدش يجي واحنا بنطبق في المشروع يقول لي اصل انت حطيت اضافي ازاي؟ مش مضيعين 6 حصص في حياتي عشان ايه؟ ارجع اعيد الكلام ده تاني، فالكلام ده مهم. حد كده عنده اي مشاكل؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام، تيجي نعمل القصة اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها. لو جيت خليت البلاطة دي 16 سنتي، خليها 18، ماشي. assign frame section، المفروض نعرف assign area section، المفروض اعرف قطاع، القطاع ده هيبقى قد ايه؟ 18 ايه سنتي. كده البلاطات دي كلها القطاع بتاعها بقى كام؟ 18 سنتي. اعمل ران تاني كده. ماشي. في الديفليكشن الديفليكشن بقى كام؟ 4 من 10، ما زادش كتير الحمد لله. تمام، لان زي ما انت قلت لك العمليه محكومه هنا، حاطين اصلا اعمده كتير وحاطين شير وول وحاطين حاجات، فاهم؟ فالعمليه اصلا ايه الحمد لله اصلا كويسه، السقف صغير وانت مرشاه ايه مرشاه عمدان اصلا مش هيزيد. هو اصلا كان سيف في العمود ده، يعني قبل ما نحط العمود ده كان الديفليكشن 1 سنتي. جرب تشيل وشوف اللي هيحصل، اكيد الديفليكشن ده مش هيبقى 4، هيزيد كام؟ معرفش. شيل ده المومنت اللي طالع، فالمومنت واضح ان معظمه هنا كده تمام، اللي هو محتاج برضو لحد كام؟ سالب كام؟ سالب 2.2 من 10. بس ساعتها بقى السالب 2.2 من 10 دي عشان تشيلها على السمك اللي هو كام؟ 18 تمام، هتبقى محتاج 5 × 12 دي ب2.5، يبقى خليك 7 ايه؟ 7 × 10.
الالابل اللي على 250 زيها زي السوق الاسلامي، تمام يا شباب؟ فهتلاقي نعم، ايه دي؟ ايه معادلات الكود دي؟